أهلا بكم ومرحبا بكم في ورشتنا الثامنة، معكم صلاح الدين. وجهتنا اليوم اليونان، وغادي نقدم لكم وصفة من أصل يوناني وتسمية عربية، وهي المسقعة أو البدنجانية أو ما يسمى كذلك بالموساكا. تسمية المسقعة نجدها في مصر السعودية وفلسطين، أما في سوريا فإنها تسمى بالمطبق بالبدنجان، وفي بعض الدول كلبنان وكذلك فلسطين يضاف إليها الحمص. أما في ورشة صلاح الدين خليكم تكتشفوها. في هذه الوصفة بإضافة الزيتون الأخضر المخلل أعطاها هوية أكثر متوسطية، رغم استعمال الجبن المبشور اللي ضاف لها واحد النكهة رائعة. نتمنى أن هذه الوصفة قد نالت إعجاب ديالكم، وألقاكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.